مستمعينا اهلا وسهلا، انتم بتسمعونا دلوقتي على 93.3 اف ام، معكم زينة الغندور على الهواء مباشره. بتسمعونا على 93.3 اف ام داخل كل من هاملتون، برلينغتون، غولف، سان كاترين وكمان اوكفيل. النهارده عايزين نتكلم في ظاهره من الظواهر اللي بقت منتشره بشكل كبير جدا الفتره اللي فاتت، ونوعا ما مع سوء الاحوال الاقتصاديه والاجتماعيه في بلدنا بقى معظم الشباب توجههم وشعارهم يلا هجرة. ابتدينا حتى نسمع كلمة يا رب خرجنا من البلد دي على خير من فئة مش قليلة من الشباب ممكن تسمعها يوميا. بقى في حالة كمان، حالة عامة، ان محدش بقى طايق البلد وكله امنيته انه يهج منها، وطبعا في وسائل كتير لتحقيق ده سواء كانت شرعية او غير شرعية. وفي كمان وسيلة طلعت موضة اول يومين دول، ده حيكون موضوع حلقتنا النهاردة. في طريقة طلعة موضة قوي بالنسبة للسفر برا أو الهجرة، والموضة دي بقت هي الجواز من أجانب اللي قايم على المصلحة أن يبقى معي جنسية معينة، يعني الجواز من الأجانب مجرد محط. يعني الشاب دلوقتي بيفكر عشان أسافر برا أو أهاجر أتجوز أجنبية وحقق أحلامي من السفر. مش عارفة أنتوا سمعتوا عن الموضوع ده ولا لأ؟ وحتى معظم البنات دلوقتي بقت بتشوف مواصفات الشخص اللي عايزة ترتبط بيه في الأجانب عشان ياخدها وتسافر وتعيش معاه بره على أساس الحرية والانطلاق أو إنها تلف العالم. هي بقت من الوسائل اللي بتسهل قوي على الناس وتساعدهم في إنهم بالبلدي كده يطفشوا من البلد، وخاصة أصحاب الجنسيات زي الجنسية الأمريكية أو الكندية أو الإنجليزية أو حتى الألمانية، ده غير إن معدلات الشباب المصريين اللي بيدوروا على أجنبيات عشان يتجوزوها وياخدوا الجنسية كل يوم بتزيد. لكن يا هل ترى الرجالة المصرية بشكل خاص والعربية بشكل عام بيعملوا كده بس عشان الجنسية، ولا في أسباب تانية، أسباب كتير ممكن تخلي أي حد يهاجر من بلده عموما؟ يمكن معظمها أسباب مادية أو تحقيق طموح وتطلع الشباب لحياة ومستقبل أفضل في بلد مزدهرة ومتقدمة عن البلد اللي هو عايش فيها. بس في حاجتين محتاجين نلقي الضوء عليهم شوية، وهي إن الشباب المصري مؤخرا بقوا بيعملوا دايما مقارنات ما بين البنت الأجنبية والبنت المصرية. ودلوقتي هاجي أسألكم كلكم سؤال، إذا كنتوا بتسمعوني دلوقتي لايف، ايه السبب اللي يخليك تفكر تهاجر من بلدك؟ اذا كنت بتسمعني جاوب دلوقتي، حط كومنت وقولي ايه السبب اللي يخليك تفكر تهاجر من بلدك. بس زي ما قلنا في حاجات احنا محتاجين نلقي عليها الضوء، وهي ان الشباب المصري دلوقتي ابتدوا يعملوا مقارنات ما بين البنت الأجنبية والبنت المصرية. وعلى فكرة المقارنات دي موجودة من زمن جدا، حتى يعني لما بتخش مثلا على السوشيال ميديا تلاقي دايما البنت الأجنبية بتتكلم ازاي مقارنة بالبنت المصرية، مش عارف حاجات كتيرة قوي كلها طريقة وتهريج. مش بس كده، زي ما كنت بقول البنات كمان بقت بتشوف مواصفات الرجل المصري بالنسبة للأجنبي ازاي كمان هيساعدها تحقق أحلامها. في مقولة قريتها وعجبتني قوي بتقول: يمكن لرحلة سفر لم تحسب لها حسابا أن تغير مجرى حياتك أو تودي بها، أن تفتح لك الأبواب أو توصدها، أن تعود منها غانما أو مفلسا، عاشقا أو مفارقا. إذن فعلا الشباب اللي بيفكر يتجوز من أجنبية بيفكر في ده كوسيلة مساعدة أو كوسيلة هتسهل على السفر أو الهجرة بس. فليه بقى ندخل في مقارنات ما بين البنت المصرية والأجنبية وبقى نوع نتكلم كتير ونتريق عليها من خلال السوشيال ميديا؟ إيه السبب؟ يعني مثلا بنسمع تريقة كتير جدا عن الموضوع ده بالذات ما بين البنت المصرية تحديدا، معرفش هي مضايقة الناس كتير قوي كده ليه، معرفش إيه السبب، بس فعليا التريقة بقت زيادة عن حدها. وإحنا هنتكلم عن بعض الأمثلة على الموضوع ده بس لما نطلع فاصل ونرجع تاني. بنسمع مثلا في موضوع الطريقة ان الشباب مثلا لما بيجي بيطريق على البنت المصرية، فنسمع: شايفين يا غفر البنات اللي بجد، واحنا عندنا البنت شبه الصندل، ده انا متجوز رجل كنبة. طبعا الكلام ده زايد مؤخرا بشكل كبير وملحوظ لدرجة انه بقى بيوصل لخلاقات ما بين الولاد والبنات، وبيطلع كمان عليه ترندات كتير على السوشيال ميديا، والبنت ترجع تقول الرجل الشرقي رجعي متأخر عايز يعمل فيها اساس سيد. والملفت هنا ان المقارنة اللي بتحصل دي غير عادلة بالمرة، زي نقارن بين الايس كريم ورز بلبن مثلا. يعني
اتنين كل واحد فيهم لنقاط تميز وكمان نقاط تعيب. مثلا نشأوا في ظروف اجتماعية واقتصادية وثقافية مختلفة تماما إيفن حتى الجغرافية. فالفكرة يا جماعة إن إزاي الشخص اللي بيعمل المقارنة دي ما بيفكرش إن هو كمان ممكن يحط نفسه أو يتحط في المقارنة، يعني إن البنت تقارن بين رجل المصري والهندي مثلا، يا سلام كده ما فيش أكتر من كده رومانسية مفرطة، وإنه قد إيه بيقدر الست اللي معاه. وطقوس الهند نفسها عموما في قصص الزواج وعندهم طقوس كده مميزة، فتلاقي مثلا إيه شاروخان مثلا فارس الأحلام، أو لو إحنا مثلا بنتكلم أو هنقارن ما بين الرجل المصري والرجل التركي، فنيجي نقول إن في البنات برضو بيتكلموا على الجواز من الرجل التركي اللي بيشوفوه في الدراما العشق الممنوع وحريم السلطان، وتشوفوا كمان فارس لأحلامها، وبقينا نسمع تعليقات كتير على شايفين الرومانسية الرجل المصري ملوش في الرومانسية، يا ريتك كده كنت زي كاظم، شايفين السلطان سلمان بيعمل ايه. الموضوع بقى دايما في مقارنات شد وجذب. طب ما تيجوا كده ناخد اراء بعض الناس ونشوف هيقولوا ايه. في بنت عندها 23 سنة بتقول اكيد عايزة اتجوز مصري عشان دماغنا هتبقى واحدة ونفس التربية والعادات والتقاليد وهيبقى فاهمني. ولد كمان عنده 20 سنة بيقول انا نفسي اتجوز واحدة اجنبية وهو حتى ولادنا يعيشوا في بلد تحترمهم. أما حد في يعني ليفل تاني في العمر 40 سنة، ست عندها 40 سنة بتقول أنا متجوزة مصري وبندم ندم عمري كله، بتقول إن الرجل المصري بخيل في مشاعره ومش متفهم. طيب شاب عنده 30 سنة بيقول أكيد نفسي أتجوز واحدة أجنبية مش هتطلب مهر ولا هتطلب شبكة. هنرجع لنفس النقطة، ليه بنفكر دايما في السفر والغربة وإنه بقى الهدف أو الحل الأول للمشاكل عند معظم الشباب، رغم أن الغربة طبعا هي سلاح ذو حدين. في مقولة كمان بتقول ربما بعد الغياب الطويل في الغربة لا يعود للإنسان في الحقيقة أي بلد. يا ترى إيه المنافع للسفر وإيه كمان اللي ممكن نفقده في الغربة؟ ياريت تعلقوا على السؤال ده وتقولوا لنا رأيكم في الموضوع ده، إيه المنافع للسفر وإيه كمان اللي بنفقده في الغربة؟ علقوا الموضوع ده، حطوا أراءكم وقولوا لي رأيكم إيه بعد إذاعة الحلقة. وإحنا بقينا شايفين إن الغربة حاجة سهلة وحكاية حد تعود كده عليها وخلاص، ومع الوقت بناخد عليها وبنتعود. على فكرة إحنا فعلا نقدر نعيش لوحدنا بعيد عن أهلنا وبلدنا، ولا الطموح الشخصي من عيشة مادية مرتاحة أو من استقرار وظيفي أو حتى من سعي الحياة في دولة نظام وقانون إلى آخره من إيجابيات. في مثل كمان بيقول أو خطرة بتقول قد علمني المدعو غربة أكثر من أي أستاذ آخر كيف أكتب اسم الوطن بالنجوم على سبورة الليل. وخلونا نسلط الضوء برضو على نقطة مهمة قوي في موضوعنا النهاردة، واللي أكيد كل مغترب أو مغتربة واجهوها، وهي إحساس المغترب. إحساسه هو عايش لوحده برا في بلد ما يعرفش فيها حد، بيكون عامل إزاي. وفي كمان إحساس تاني لما بيرجع بقى بلده ويزور أهله، يقعد معهم شهر أو شهرين بعد غياب سنتين أو ثلاثة، بيكون برضو عامل إزاي. وعن التمن للغربة اللي بيدفع في المقابل، فالمعظم جايز شايف إن من أهم الأسباب الرئيسية وراء سفرهم هو أكل العيش، أو خلونا نقول تحسين مستوى المعيشة، اللي هي دايما بتكون مربوطة إزاي نكون مستقرين ماديا، إزاي نخلي ولادنا يتعلموا كويس، وإزاي نبقى قد المسؤوليات المادية لحياتنا أو المتعلقة في رقبتنا على حد تعبير البعض منا. أحساس نقدر نحط تحته خط أحمر أو تحت مسمى اغتراب النفس. كلنا عارفين ان الشعور بالصدمة الثقافية لما بنسافر بيكون شعور طبيعي نظرا للاختلاف الكبير في نمط الحياة، بس التعامل مع الصدمة الثقافية دي لازم تحاول تعمله بشيء من الحكمة والعقل عشان تقدر تتغلب عليه. خلينا نحاول نفهم اكتر ايه اسباب السفر، ولكتير من الشباب عايزة تسافر، بس لو انا سألتك السؤال ده وقلت لك انت فكرت اذا انت مثلا مسافر برا بلدك ايه السبب اللي خلاك تسافر وليه فكرت وامتى انك تسافر، هتقدر ان انت تجاوب عليها ولا هتعمل ايه؟ ويا ترى كل واحد فينا اسبابه بتختلف عن الشخص التاني، ولا كلنا مجتمعين اصلا في السبب ده؟ خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقة. قبل الفاصل كنا بنسأل سؤال مهم جدا، ايه اسباب السفر وليه كتير من الشباب بيكون عايز يسافر؟ في ناس بتكون وجهة نظرها انها عايزة تسافر عشان تتعرف على ثقافات لشعوب تانية، ناس بيكون ده السبب بتاعها ان هي عايزة تتعرف على ثقافات شعوب مختلفة، بس ما تقدرش تعيش للأبد برا الا لو اهلها
مثلا هيبقوا معاها لان الغربه وحشه، ولانك طبعا بتكون متعود على اسلوب حياه معين، ولما بتسافر سواء بقى في شغل او جواز او حتى بتكون مجبر تتاقلم على الاسلوب ده علشان الايام تعدي مش اكتر. وفي ناس بتشوف ان محدش يقدر يتكلم عن الغربه الا اللي جربها وعاشها فعلا، وان اول مره بتسافر فيها وانت حاسس انك مضطر على انك تسيب وتودع كل حاجه ليك في بلدك، بتبقى بتفكر امتى هترجع وانت اصلا لسه على سلم الطياره. سنه والتانيه بتلاقي الغربه بقت حته منك، وبقت الغربه مش انك تبعد عن اهلك وبلدك، دي كمان بتبعد عن شخصيتك اللي كانت معاك في بلدك، وبتولد فيك شخصية جديدة ممكن بتحس بيها قوي لما الكل يقولك الغربة غيرتك قوي. بكل بساطة الغربة بتهد حاجات جوانا وتبني حاجات تانية، ووقت الأجازة بيكون مجرد وقت تشوف فيه أهلك وصحابك بس، وترجع تسافر تاني بس المرة دي وانت على سلم الطيارة، مش بتسأل حتى نفسك هترجع امتى لأنك خلاص بتكون اتعود. في وجهات نظر تانية شايفة أن بالنسبة لفكرة التكيف والتأقلم للمغترب بتختلف، أن سافرت من صغرك وعشت فترة العشرينات مثلا برا مع أهلك وخدت من ثقافة الدولة دي وتعلمت فيها وكنت متأقلم، ولما رجعت بلدك اللي اتولدت فيها يدوب عشت فيها كام سنة كده يعني قبل ما تسافر، وبالتدريج هتقدر تأقلم أو تتأقلم على الحياة. الفكرة ده شايف أن الخلاصة الإنسان قادر على التكيف في أي مكان مهما كانت الظروف. وناس تانية شايفة السفر بيخليك تعتمد على نفسك أكتر وتتعرف على ناس أكتر وأكتر وجنسيات وثقافات كمان مختلفة، وبالتالي تفكيرك بيتغير. ده غير إن عيشة كويسة بتاكل وتشرب وبتلبس ببساطة من غير ما تفكر ده غالي ولا ده رخيص ده براند ولا لأ، بس كل حاجة وليها كمان مقابل. انت بتدفع ضريبة إنك مش هتعيش مع أصحابك وجيرانك وحبايبك وأهلك وهتبعد عنهم بحكم الغربة، ولما بترجع بتحس نفسك غريبة في وسطهم وبتاخد وقت كبير لحد ما بتتأقلم، غير إن طول الوقت غصب عنك بتقارن بين اللي شفته برا وبين اللي انت بتشوفه دلوقتي بعد ما رجع. تميم البرغوثي عنده مقولة بيقول فيها في الغربة سناجب كثيرة وأشجار بندق وشوارع واسعة، لكن أهم ما فيها هو قلة الأنصار والعزوة والحيلة. خلينا نقول إن معظم الناس بتفكر دايما إن المغترب، بالذات الناس اللي بتكون مغتربة في الخليج، ده مليونير بيهدوا بالمظاهر وبيغرهم الكام صورة اللي بينزلها لنفسه على السوشيال ميديا عشان يحسس نفسه إنه مبسوط ومش فارقة معاه، بس في نفس الوقت ما يعرفوش اللي فيها بشكل حقيقي. ما يعرفوش إن أكتر من نص مرتبه ممكن يروح بس عشان يسكن كويس. ما يعرفوش إنه بيشتغل سنة وياخد أجازة شهر ممكن يصرف فيه كل اللي حوشه عشان بس يجيب شوية هدايا لأهله وصحابه. ما يعرفوش إن الخليج دلوقتي غير خالص الخليج بتاع زمان اللي كان ممكن الواحد مثلا زمان يعني الفلوس منه يقدر يغير بيها أو يبدل بيها حياته. بس للأسف رغم كل ده في ناس مش قادرة تاخد القرار برضو أنها ترجع لبلدها، يعني من الآخر نار الغربة ولا جنة بلدك. أما بقى بالنسبة للإحساس اللي بيجي للواحد فترة أجازته فعلا بيكون حاجة مؤذية نفسيا، على عكس كل التوقعات مش بيحس بيها بجد إلا اللي مر بيها فعلا، لأن الواحد بيكون مستني أجازته بفارغ الصبر ويقعد يعد الشهور، وبعد أول كم يوم في الأجازة يحس إنه بقى غريب عن المكان اللي بيحصل. الدنيا اتغيرت ولا أنا اللي اتغيرت؟ بقى يميل أكتر للانطوائية والهدوء والبعد عن الناس بعد ما كان اجتماعي. وفي ناس من المدمنين لتجارب السفر، الناس في الغالب بتميل انها تتكلم عن سلبيات السفر او الغربة وبينسوا جماليات العيش في عالمين مختلفين ثقافيا، وان الواحد بيستكشف التفاصيل من جنبين. تجربة انك تسافر في العموم من بلد لبلد او من مكان لمكان جميلة، بتكون منعشة لروحك وأفكارك، عشان كده في ناس بتحب السفر جدا. والتغيير وعدم الإقامة لفترة طويلة في مكان واحد، بس هل فعلا مفروض أننا نتخلص من الحقيقة السبتة دي ونجرب نسافر ونسكن في بلد تاني ونقضي فيه شوية وقت؟ يا ترى إيه رأيكم؟ خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل إجابة السؤال. هنرجع نسأل نفسنا سؤال، نقول تاني سؤال، هل فعلا مفروض إننا نتخلص من الحقائق الثابتة ونجرب نسافر ونسكن في بلد تاني ونقضي فيها شوية وقت، نختلط بشعوب جديدة عشان نقدر نشوف من خلالها العالم بطريقتهم،
بطريقة جديدة تتعرف على الموسيقى الخاصة بهم مثلا، أو تشاركهم أكلهم المميز أو طقوس مختلفة. أعتقد ساعتها هتبقى كل بلد عبارة عن جزء من رحلة الحياة بالنسبة لك. طيب هل هنقدر نقول إننا ممكن نقدر نوازن بين الكفتين؟ يعني أنت في الغربة مش مرتاح لأنها مش بلدك اللي اتولدت فيها ولا تعودت عليها ولا تعودت على كل حاجة فيها، سواء كانت الحاجات اللي أنت تعودت عليها دي حاجات أنت بتحبها، حاجات حلوة، ولا حاجات أنت متضايق منها، حاجات وحشة. مميزات بلدك وعيوبها، ومهما بعدت عنها بيكون نفسك ترجع تاني لجو العيلة اللي عمرك ما هتلاقي غيره غير في بيتك وسط أهلك وصحابك اللي في بلدك. بس في نفس الوقت أنت قادر تحقق طموحك في شغل وفلوس وعيشة كريمة مستقرة في معظم نواحي حياتك. سؤالي ليكم مستمعينا دلوقتي هو السؤال ده، هي الغربة اختيار ولا إجبار؟ هنقول تاني سؤال مستمعينا، إذا كنت تسمعنا دلوقتي لايف أكيد هتشوف الحلقة بعد ما تترفع على الفيسبوك. سؤالي ليكم دلوقتي، هي الغربة اختيار ولا إجبار، ولا هي اختيار إجباري؟ إيه إجابة السؤال ده؟ يهمني أقرأ تعليقاتكم وأراءكم. يعني من الآخر كده، أنت غريب في الغربة ولا غريب في بلدك؟ هي الغربة بالمكان ولا بالناس؟ الحقيقة أن أغلى ضريبة بتدفعها هي غربة نفسك وسط أهلك، أنك تحس أنك غريب وسط أهلك، مستغربهم وهم كمان مستغربينك. وأعتقد هي دي التمن الحقيقي للغربة. واللي أصعب من ده أنك بتلاقي نفسك بعد ما كنت بتعد الأيام عشان تنزل أجازتك وتهرب من غربتك أو وحدتك بره، بقيت بتعد الأيام عشان الأجازة تخلص وترجع تاني، لأنك مش قادر على غربة نفسك وسط أهلك اللي باينة في وشوشهم وفي عينيهم. عشان كده لازم تشوف هل التمن أو الضريبة للسفر بالنسبة لك يستاهل. كل واحد مننا ليه تجربة خاصة وظروف كمان مختلفة عن غيره، فهيكون شايف وجهة نظر مختلفة وهيكون عنده إجابة كمان مختلفة. في خطورة بتقول: علمتني الغربة أن أكتم ألمي بداخلي، وإن كانت ستف ضح عيوني، فلعل الإنسان الذي جرحني في تلك اللحظة ليس هو الإنسان الذي عرفته سنينا قديما. الغربة تجعل قلوبنا رقيقة كنسيج عتيق، ولعلها تعطيك كثيرا إنما تأخذ منك أكثر. مستمعينا، إذا كنتوا بتسمعوني دلوقتي لايف على 93.3 FM داخل كل من هاملتون، بورلينغتون، غولف، سان كاثرين وكمان أوكفيل، يا رب تكون الحلقة ممتعة لكل اللي بيسمعونا. وإذا كنت بتشوف الحلقة مسجلة بعد إذاعتها من خلال الفيسبوك واليوتيوب، يهمني إن إحنا دايما نكون متفائلين، ويهمني كمان إن إحنا نشارك بعض بآرائنا وتجاربنا، سواء كانت تجاربنا دي عن الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه أو عن مواضيع تانية بنتناقش فيها دايما من خلال حلقتنا. وأكيد دايما بنقول لكل الناس اللي بتسمعنا، احنا بنتكلم عربي وبنغني كمان بالعربي. وعلشان كده هنطلع دلوقتي فصل ونسمع سواء، خلينا نسمع 3 دقائق.